في إطار نشاطها الرقابي، تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس من ضبط حوالي 120 مخالفة خلال شهر مايو المنقضي. وتم رفع هذه المخالفات بسبب عدم الاستظهار بالفواتير والترفيع في الأسعار، إلى جانب حجز كميات كبيرة من التوابل منتهية الصلاحية معدل البيع خلال شهر رمضان، وثلاثة أطنان من الأرز المهرب من ليبيا، وثلاثون ألف لتر حليب مروجة بطرق غير قانونية. المخالفات من شهر ميل توا حوالي يمكن 118-120 مخالفة، هذه كلها معناها أغلبية تتمثل في الترفيع في الأسعار، وباقي في عدم إشهار الأسعار وعدم مسك أو الاستظهار في وتير الشراء. تم العثور على معناها كميات فاسدة منتهية الصلاحية تتمثل في فلفل زينة قدرت بحوالي 300 كيلو، ثم عثرنا على كمية ضبطنا معناها كمية تقدر بثلاثة طرانت روز مهربة من ليبيا نحو تونس بطبيعة الحال، ثم كمية من الزبيب تقدر بحوالي 100 كيلو منتهية الصلاحية بطبيعة الحال. وقد أعادت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس برنامج للتصدي للاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة خلال شهر رمضان. فرق المراقبة قاعدين وقايمين بمجهودات جبارة قبل شهر رمضان في سبيل حماية مستهلك في صفاقس، في سبيل كذلك حماية المواد المدعمة اللي هي زي ما تمشي للمستهلك الموجه له البضاعة. احنا في سيدي رمضان الفضيل ان شاء الله معناها المراقبة تخدم ليل ونهار، ثم المراقبة على مستوى مرشي دقرو، المراقبة على مستوى الانتاج بطبيعة الحال كما كنا نحكيه سابق، المراقبة على مستوى الأسواق بالتفصيل أو بالجملة، وخاصة التفصيل خاصة ذلك هي معناها اللي هي في علاقة مباشرة مع المستهلك في شهر سيدي رمضان. وبالرغم من قلة العتاد والنقص في الأعوان، تسعى مصالح المراقبة الاقتصادية بصفاقس إلى ضمان منتوجات سليمة للمواطن والحفاظ على مقدرته الشرائية وضمان حقوقه خلال عملية الشراء عن طريق المراقبة المكثفة للأسواق ومسالك التوزيع.